Guten Tag, meine Schüler und Schülerinnen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادي الطلبة، يا رب تكونوا بخير كلكم، يا رب تكونوا حليتوا كويس في امتحان العربي. وصلنا للفصل الأخير في المسرحية بتاعتنا اللي بدأناها من 10 شهور. إن شاء الله امتحاننا يجي سهل زي ما وعدتكم. هيجي الامتحان كل الأسئلة كلنا عارفينها، وهتلاقي نفسك قادر تحل، وهتلاقي امتحانك سهل، وهتلاقي نفسك أسئلتك كلها أنت عارفها، باستثناء زي ما قلت لك تغيير الاسم أو تغيير الضمير. اتدربنا كويس، بذلنا مجهود، وانتوا عارفين إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. هنبدأ النهاردة المراجعة بتاعتنا على جزئين. الجزء الأساسي فيها هيبقى بترتيب نفس شكل أسئلة الامتحان بتاعتنا. هنبدأ ستيب باي ستيب، هنحل وهنشوف ايه التريكات اللي ممكن تجي لنا في الامتحان، وممكن نشوف احنا ازاي هنتغلب عليها ونعرف نحلها كويس. هنبدأ الامتحان النهارده بالتكست ارفاسونج، والقطعه بتاعتنا زي ما انتم عارفين هيبقى الامتحان في تو تكست او زفاي تكست. هنخلي بالنا ازاي احنا بنحل الامتحان. التكست طبعا انتوا عارفين هيبدا السؤال فيها، السؤال الاساسي اللي هو بقاله كذا سنه بيجي، اللي هو دا تكست شرايب يوبر او ارتسيلت يوبر، يعني التكست بتحكي عن ايه بكذا شكل منها، وهنشوف وهنتدرب عليها وهنشوف شكل الاسئله بتاعتنا ازاي. هنخلص التكست هندخل على سؤال الالتاجيتو اكسيونن، وهو اللي طبعا بقى اصعب سؤال عندنا في الامتحان، وزي ما انتوا شفتوا كانت ناس كتيرة بتقفل كل الامتحان، انما سؤال الالتاف بقى فيه مشكلة، لان هو ما بقاش زي زمان اللي هو دو في غاجس انت بتسأل فهتحط السؤال ايه، او يماند في غاجس حد سألك فانت هترد تقول ايه. زمان زي ما احنا عارفين كان الامتحان بيجي لك حد سألك فانت هترد تقول ايه او انت بتسأل. لا، السؤال اتغير تماما، يحكي لك كونفرزاسيون سفيشنز باي بيرسونن، يجي يقول لك واحد عمل كذا والتاني بيرد عليه ويبدا يحكي لك كديالوج صغير جدا، وبعدين يجي يقول لك فاس بي دويتت واتت مين، فهمت ايه. وطبعا ده بقى شكل جديد للامتحان، وده احنا اتدربنا عليه بما يكفي. فالنهارده هنشوف اخر مراجعه لينا ومع اصعب اسئله. ما اعتقدش ان الامتحان يجي بالصعوبه دي، ولكن انا جبت لكم اصعب اسئله او اكتر اسئله ممكن تبقى تريكي، بحيث ان حضرتك تبقى مهيئ لاي سؤال في الامتحان. اخر حاجه هناخدها النهارده هنراجع عليها، وهي الايميل او الشريفت ليشر او زدروك. ايه هو الشريفت ليشر او زدروك؟ اللي هو شكل الايميل، وطبعا هيتكون من او بي. ايميل صغير، وقلت لك زي الكورتس ايميل، ده شبه الواتساب. واحد بيقول لصاحبه هتعمل عامل ايه، عرفت ان انت عيان، عامل ايه دلوقتي، صحتك اخبارها ايه، طيب هتقعد قد ايه في السرير، طب الدكتور قال لك ايه، طيب هترجع المدرسه امتى. وكل سؤال هنجاوب عليه بطريقه معينه وهنتدرب عليه، ومن خلال ادوات الاستفهام اللي حضرتك هتبقى عارف يعني ايه فان هجاوب عنها بزمن، ويعني ايه فو هجاوب عنها بمكان، ويعني ايه بي هجاوب عنها بادجكتيف. وهنبدا نشوف كل سؤال ايه الحته التريكي اللي ممكن تجيلي فيها. البي الجزء الثاني من سؤال الشريفت ليشر او زدروك، اللي هو حاجة من ثلاثة، يا إما هيجي لك أوف ذاتس باراجراف عادي جدا، هنشوف هنجاوبه إزاي، مطلوب من حضرتك من 25 ل 30 كلمة، مش عايز أكتر منهم، 25 ل 30 كلمة هم بالظبط 6 جمل. هيجي لك موضوع من التوبكس اللي عندنا، يقول لك دو بيست كرانك، أنت عيان، أو دو باغست كرانك، كنت عيان، وفي الحالة دي هكتب نفس الباراجراف بس في الماضي. وهنبدأ نشوف دلوقتي الشكل الأسئلة أو البايشبيل اللي هناخدها. البي يجي لك بريف، يعني إيه بريف؟ طبعا ده كان اسمه زمان، دلوقتي بقينا بنسميه إيميل. واحد بعت جواب لصاحبه، وطبعا حضرتك هتتقيد بالأسماء اللي موجودة في الامتحان، مش هتجاوب باسمك. هيقول لك مثلا دو هايست بيتر، خلاص شرايبن زي أينن أو أين بإيميل إيبر أين غايزي ناخ دويتشلاند، تمام؟ وهتكتب الجواب، يقول لك شرايبن زي أن مارك، فهتكتب لمارك، وهتبدأ تكتب ليبر فلان، ونكتب الإنهال هو الأوبزيت بتاعنا، بس مطلوب من حضرتك إن حضرتك تحطه في سياق إيميل. يعني إيه في سياق إيميل؟ يعني
هتجاوب عليه من خلال المقدمة اللي احنا خدناها واتدربنا عليها، اللي هو بي جيت ديع إيش هوفي جود وده هوفنكليش جود، وابدأ أكتب الإيميل بتاعي وفي الآخر أرميها بفي لقوسي أودر لي بقوسي وضاين أو ضاين، لو ولد طبعا هيبقى ضاين ولو بنت هتبقى ضاين. ده تاني شكل للإيميل. الشكل الثالث وهو الأنفراجي، وده أعتقد شكل جديد علينا. يعني إيه أنفراجي؟ يعني استبصار. إحنا بنبعت لهيئة حكومية، بنبعت لأوتيل، بنبعت لمكان أنا بكلمه إيه القصة كلها، إن حضرتك هتبعت الإيميل أو هتبعت الأنفراجي فورمال، هتتكلم بصيغة الزينة، تمام؟ هتبدأ تقول له أنا عندي شوية أسئلة وتحط أسئلة، وده هيبقى عكس الإيميل الأولاني، لأن الإيميل الأولاني أنت بتحكي، إنما ده أنت هتسأل، تمام؟ هنتدرب على كل حاجة جزء جزء ونشوف كده شكله ممكن يجي إزاي في الامتحان. يلا بينا نشوف شكل الامتحان. بالنسبة للامتحان ده ترتيب ورقة الامتحان اللي حضرتك هتشوفها، بس أنا طالبة من حضرتك إن أنت أول ما تبدأ هنبدأ نحل السؤال الشريفت ليشا أوستوك. إيه هو السؤال ده؟ السؤال المقالي. ليه يا فاو؟ عشان عايزة من حضرتك تدخل تخرج الجزء اللي هيبقى إبداع من حضرتك، هتحطه في ورقة الامتحان وبعدين نبدأ نتعامل مع ورقة الامتحان. أول سؤال هنحله، هنحل السؤال بتاع المقال. ليه؟ عشان أنا ما خلاص يبقى أنا خرجت من دماغي أي تفكير، إنما لما أقعد أحل الامتحان سؤال 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 هاجي أوصل لسؤال المقالي هبقى نسيت. لا، إحنا عايزين ناخد الجزء بتاع إبداع سيادتك نحطه في الأول وبعدين ناخد الامتحان، أو نحل الامتحان كما يتراءى ليك، مش هتدخل أنا تبدأ بإيه. نيجي لأول سؤال هو عندنا بشكل الورقة الامتحانية وهو التكست إرفاسونج. إيه التكست إرفاسونج؟ اللي هي الكومبرهنشن. طيب وانا بقرا الامتحان او بقرا الاسئله لازم ابص على ورقه الاسئله الاول. يعني ايه؟ بمسك سؤال سؤال اقراه، عايز اشوف هو عايز يعمل ايه، هيسالني عن ايه. اول حاجه عايز يسال حضرتك عن سي مثلا فان، يبقى انا هركز على الزمن. طب سالك بفي، يبقى هركز على الصفات. سالك بفي لانجي، يبقى هركز على المده. طب سالك عن فاسيست مارك فون بيرو، بيشتغل ايه، يبقى هركز على الوظيفه. سالك فو ايست مارك يتس، سالك يبقى هركز على المكان. يبقى انا اول حاجه هبدا اقرا الاسئله كويس جدا، واحط وانا بعدها بقرا التكست هشوف الانفورماسيون اللي مديالي، كل حاجه هيبقى مخي مركز هو عايز ايه، تمام؟ ونفس الكلام لو هو بيسالك طب هو باروم فات مارك ناخ دويتشلاند، مسافر المانيا ليه؟ دين ارموشتي مثلا ان دويتشلاند ليبن اوند اخبايتن، يبقى لازم هشوف السبب. دي اول بوينت، ان انا هقرا الاسئله وابدا اطبق عليها. تاني حاجه لو كان في النص اكتر من بيزون، ودايما يحب يحط لك كذا شخص اكتر من شخص، هميز كل شخص والمعلومات الخاصه بيه. يعني ايه ماركو؟ طب وعنده صديق اسمه كذا، وانا بقرا كده بحط بعمل لنفسي علامات اعرف ده حاجه خاصه بماركو وده خاصه ببيتر وهكذا. نيجي للبوينت الثالثة. طيب أنا عندي ده سؤال بقى أساسي عندنا، ممكن يجي لك أول سؤال يقول لك إيه بقى؟ فيلشا تيتل باستت سون تكست. إيه فيلشا تيتل؟ إيه هو التايتل؟ إيه العنوان؟ أو عايز يقول لك هو بيدور حوالين إيه؟ فيلشي إيبر شريفت. طبعا تيتل هي إيبر شريفت، العنوان أو الكلام اللي هو المفروض أسمي التكست بإيه. هو مش هيديك تكست ليها تيتل، بس هو طلب من حضرتك طب هي زي بالظبط هي بتدور حوالين ايه. دير تكست ارتسيلت، بتحكي. شبريشت يوبر، بتتكلم عن ايه او بتحكي عن ايه. ان تكست هاندلت ازيش اوم، طيب في التكست بتدور حوالين ايه. يجي يقول لك مثلا واحده بتحكي عن يومها، يبقى مثلا ماغية سالتاج. او يجي مثلا بتحكي عن عيد ميلادها، يبقى دير جيبوت ستاك فون بيترا وهكذا. هشوف بتتكلم هاندل تئز ذيش أم، يعني بتدور حوالين كذا أو بتتكلم عن كذا. إن تكست جيت إس أم، نفس الكلام، بتمشي على كذا أو بتتحدث على كذا أو بتدور حول كذا.